خلينا نروح لاخبارنا ونبتدي اول خبر بكره اليد في النادي الاهلي. كره اليد سيدات. انتوا عارفين طبعا ان تم تضعيم الفريق والحمد لله ما فيش منتخب سيدات، فالحمد لله الفريق كله متجمع وبيتمرن. فكابتن يحيى يوسف قرر رفع الحمل البدني للاعبات خلال الفتره اللي احنا فيها استعدادا لبدايه طبعا الدوري الممتاز. الدوري لسه ما تحددوش ميعاد طبعا، بس باللي احنا شايفينه كده هيبقى اخر 9 وبدايه 10 باللي احنا شايفينه بالاشتراكات الدوليه. طبعا الفرقه السنه اللي فاتت حققت الثلاثيه بطوله القاهره، دوري، كاس، وبالرغم من كده النادي الاهلي دعمها. كاميرا الابطال كانت موجوده في تمرين الفريق، عملنا التقييد ده، نشوف ارجع لحضراتكم تاني. الحمد لله السنه دي بادئين من 3 اسابيع وقبل ما بلادينا عملنا اجتماع للبنات وكده، ان السنه دي طبعا اكيد الموسم هيكون مختلف جدا عن السنه اللي فاتت، وازاي يبقى عندهم الحافز كمان ان هو يبقى بطل تاني. هو الحمد لله السنه اللي فاتت حققنا 3 بطولات في بعد 8 شهور من الاخفاقات. احنا السنه الموسم اللي قبل اللي فات ده كنا عندنا اخفاق في 3 بطولات، فالحمد لله بعد 8 شهور رجعنا طبعا 3 بطولات دي، فده الحمد لله كان عامل مهم جدا ونفسيا. بس البنات طبعا اكيد وجهاز تعبوا جدا ان انت بعد 8 شهور ترجع كل الكلام ده طبعا، فده كان كلامنا معاهم ان الموسم السنه دي هيكون صعب جدا جدا اكتر من الموسم اللي فات، ان كل الفرقه طبعا بتستعد لك وانت او بتجمد نفسها بلعبات او تغيير مدربين او الحاجات دي كلها، فالحافز او العامل الفني والبدني للفرقه كلها اكيد في تغييرات، فلازم الموسم السنه دي يكون صعب عن السنه اللي فاتت. احنا جبنا مدرب احمال جديد اسمه كابتن احمد الدعور، هو متخصص في الاحمال وكمان محاضر دولي في الحاجه دي طبعا، ان الاحمال والتدريب والحاجات دي كلها بيختلف كتير جدا في العالم كله اصلا دلوقتي، لازم تشتغل بأسس علميه شويه والحاجات دي كلها مش يعني مش اي حاجه وخلاص، فطبعا لازم يكون عندك الحته دي. ما يكون عندك مدرب احمال شاطر وفاهم بتفرق كتير جدا مع الفريق، زي في كره القدم بيفرق اللعيب من اللعيب ان هو مدرب الاحمال بتاعه او شغال على اسس علميه فبتفرق كتير. فاتمنى ان شاء الله ان هو يبقى معانا كويس السنه دي وكده وربنا يكرمنا بيه. يعني احنا عندنا بدايه بطوله القاهره يوم 24/8، عندنا المفروض 8 مباريات قبل الماتش كده، هو المفروض محدد مع الشمس، بس عندنا 8 مباريات في 24 يوم، فضغط كبير ان احنا نلعب سبت وثلاث طبعا. هو ضغط وفي نفس الوقت منها استعداد للدوري، ان احنا كده كنا هنعمل ماتشات وديه 3 4 ماتشات، فهي جايه في 8 ماتشات وكده، مفيش مشكله ان احنا عندنا اول ماتش مع نادي حلوان يوم 24، يبقى هنستعد شويه بحيث ان كمان اللاعبات تخش فورمة المباريات كده، وربنا يكرمنا السنه دي ونحقق البطولات ان شاء الله. احنا بادئين سيزون من شهر 6، الحمد لله اخر شهر 6، هنقعد ان شاء الله قدامنا لحد 24/8 هنبدا بطوله المنطقه. عاملين فترة اعداد، كابتن يحيى طبعا شغال معانا كويس جدا، وجبنا مدرب احمال جديد وشغالين جيم، يعني تقريبا 6 ايام في الاسبوع شغالين 3 ساعات كل يوم، وان شاء الله يعني نفسنا ان احنا نعمل انجاز زي السنة اللي فاتت ان احنا ناخد الـ3، هو ده العادي بتاعنا طبعا، بس ان شاء الله يعني ان احنا نفسنا ناخد الـ3 بطولات تاني ونبدا ان شاء الله ببطولة المنطقة، يعني اول بطولة. احنا مش مكتفيين خالص بالـ3 بطولات اللي فاتوا، بالعكس احنا عايزين اكتر، فاحنا بنستعد من اخر 6، بنستعد لان احنا نقابل اول حاجه بطوله المنطقه ان شاء الله في اخر شهر 8، تيالي 24/8، وبنتجهز الفيتنس او ازاي. احنا ما اتضاف علينا كابتن احمد دعور مدرب الاحمال، فماشي معانا كويس قوي طبعا بقياده كابتن يحيى، هما الاثنين بينسقوا مع بعض ازاي يخلوا عندنا الفيتنس اعلى شويه، اعلى من السنه من السيزون اللي فات، عشان نقدر ان احنا نقابل بقى الفرق الثانيه او كده، وان احنا نقدر ما يبقاش نفسنا مثلا النفس فيه مشكله او كده، لا نكمل من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. اتضاف طبعا معانا سلمى كانت جايه هي من نادي اكتوبر، اتنقلت راحت نادي الجزيره، جات لنا النادي الاهلي، اضافه كويسه جدا. معانا طبعا سندس من السنه اللي فاتت، فيعني كل حاجه ماشيه الحمد لله كويسه قوي، فان شاء الله نعمل سيزن ده كويس وناخد 3 بطولات زي السنه اللي فاتت ونفرح جمهورنا زي السنه اللي فاتت ان شاء الله.